للحديث عن التسريب الصوتي الأخير لنور المالكي ومآلات الصراع السياسي في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أستاذ بهاء مرحبا بكم. يعني التسريب الرابع المنسوب إلى المالكي يقول من أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قتال في العراق، هل تعتقد أن هناك نية مبيتة للمالكي بأن تصل الأمور بينه وبين مقتدى الصدر نحو الحرب والمواجهة المسلحة؟ تعتقد ذلك أستاذ بهاء؟ تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. كان يمكن أن تنزلق الأمور أساسا منذ بداية إعلان النتائج للانتخابات الماضية وإعلانها فوز التيار الصدري بعدد كبير من المقاعد مقابل خسارة كبيرة للكتل السياسية الموالية لإيران. منذ ذلك الوقت كان يمكن أن تنزلق الأمور، لكن تم تلافي هذا الانزلاق. الآن هذه التسريبات وصلت في وقت بصراحة الإطار التنسيقي يعني أمامه فرصة ذهبية من أجل تشكيل الحكومة بعد انسحاب مورا. وتسريبات مثل هذه يتهم فيها عناصر وأعضاء وحتى الحشد الشعبي نفسه بشتى التهم من داخل الإطار التنسيقي. هذا قد يؤدي إلى تفتت الإطار التنسيقي كما تفتت تحالف إنقاذ وطن بين الأكراد والسنة والتيار الصدري. هذه خطورة هذه التسريبات وصدورها الآن صدرت في وقت حرج جدا. طبيعة التسريب، طبيعة الكلام الذي يدور بها، التهديد بحرب أهلية، تسليح مجاميع مسلحة 15-16 مجموعة مسلحة، هذا بصراحة هو ليس بجديد على المالكي. المالكي منذ فترة طويلة ومنذ دخول العراق عام 2003 لم يعترف أبدا بشرعية الدولة، لم يعترف بشرعية الحكومة منذ ذلك الوقت. حتى عندما كان رئيس وزراء كان يقوي الميليشيات على حساب الجيش والشرطة، وجميعنا رأى كيفية انهزام الجيش العراقي للأسف أمام مجاميع من داعش لا يتجاوز عددهم 700 جندي على سيارات رباعية الدفع أمام 5 فرق عسكرية في الموصل وصلاح الدين والأنبار. التقصد كان واضح من إهانة الجيش العراقي بهذه الطريقة، وبالتالي يعني حصل ما حصل، وأثبتت حتى اللجان التي شكلوها هم من أجل المسؤولية أو تبيان سبب ما حصل في الموصل أثبتت بأن نور المالكي هو المسؤول الأول عن ما حصل في تلك الفترة. فهذا أسلوبه دائما التهديد وغيرها، يعني هذا أسلوبه. أستاذ بهاء، إذا ما صح التسريب المنسوب لنور المالكي، كيف يمكن لدولة أن تسمح لغيرها بأن تمتلك دبابات، مدرعات وأيضا مسيرات؟ ألا يجب أن تبدأ التحقيق في ذلك؟ أولا موضوع صحة التسريبات حتى الآن لا يوجد من تمكن من إثبات بأنه هذه التسريبات مفبركة. جميع الذين عرضت عليهم التسريبات أو من وصلتهم التسريبات حتى جهات مستقلة بدأت بالتحقيق من خلال هذه التسريبات ومن خلال إدخالها في برامج كمبيوترية وحواسيب من أجل إظهار الحقيقة، كلها أكدت بأنه التسجيلات حقيقية ولا يوجد فبركة فيها. وموضوع سكوت الحكومة على ما جرى، صراحة ليس فقط الحكومة من يسكت الآن، كل الكتل السياسية حتى من تعرض منهم لإساءة من قبل المالكي كلها التزمت الصمت. الآن موضوع تشكيل الحكومة يمر بمنعطف خطير، العملية السياسية برمتها تمر بمنعطف خطير، المذهل الدستورية تجاوزوها منذ أشهر، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم إشغالهم الآن عن موضوع تشكيل الحكومة، وسيحاولون جميع كل الكتل السياسية تحاول التغاضي عن ما يمكن ما يتم نشره من هذه التسجيلات. في الوقت الراهن بغيت الصراع في تشكيل الحكومة لأنه وجودهم مرتبط بتشكيل الحكومة، والتهديدات اللي يطلقها مقتدى الصدر من فترة وأخرى بعض التظاهرات بالشارع هي مصدر خطر وقلق بالنسبة لهم، لذلك يلتزم الجميع الصمت في هذا الوقت تحديدا. أستاذ بهاء، أمام هذه التسريبات هل تعتقد أن المالكي أصبح عبئا ثقيلا على إيران ويجب التخلي عنه في هذه الفترة؟ هو ليس عبئا على إيران، هو عبئا على العراق أولا، ويجب على الكتل السياسية أن تضع حد للمالكي
ولسطوته وميليشياته وتدخله في كل مفاصل الدولة بهذه الطريقة، رغم أنه ترك منصب رئاسة الوزراء منذ تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات. المفروض أنه يعني يصير حال أي سياسي عراقي يمارس حياته، مثل عياد علاوي، مثل حيدر العبادي كرئيس كتلة وكذا. لكن هو حتى الآن مقتنع بأنه هو من أسس الحشد الشعبي، هو من يدير البيت الشيعي، ما يسمى بالبيت الشيعي. أيضا تحالف الإطار التنسيقي قبل انسحاب التيار الصدري كان هو زعيمهم، باعتبار أن دولة القانون كانت الكتلة الأكبر عدد من المقاعد داخل الإطار التنسيقي. لكن الآن بعد انسحاب التيار الصدري ونواب التيار الصدري تغير الأمر، أصبحت أعتقد كتلة الفتح مقاعدها أكثر، لذلك يعني قل دوره، صار أكو دور لهادي العامري أعلى من دوره، وبالتالي يجب أن يتم تحجيم دور هذا الشخص لخطورته على العملية السياسية وعلى العراق بشكل عام. أما بالنسبة لإيران، إيران لديها شراكة تمتد لـ40 عام مع نور المالكي، لذلك لا يمكن يتخلون عنه بهذه السهولة. من يعلم أن إيران هي نفسها من تسيرها وتأمره بأن يفعل كذا وكذا، من يعلم يعني. أستاذ بهاء، هناك عدد من المحامين رفعوا دعاوى قضائية ضد المالكي، وذلك بتهمة تهديده أمن البلاد. في حال ثبوت هذه التسريبات، هل سيحتمي المالكي بحصانته أم أن القضاء سيتمكن من التحقيق معه؟ تعتقد ذلك؟ لا، هو القضاء العراقي وحسب كلام هذا العامري قال أنه إحنا القضاء مهددين، وسبق أن نتحدث أكثر من مرة بالإعلام بهذا الموضوع. نحن نعلم جيدا بأنه القضاء العراقي مهدد ولا يمكن أن يؤدي دوره بشكل فعال. أما القوانين فهي تطبق على فئة من الشعب ولا تطبق على الفئة الأخرى. جميعنا شاهد كيف أنه من أجل بعض الكلام أو الخلافات السياسية يتم استبعاد كثير من الشخصيات السياسية من المشهد السياسي بتهمة الأربع إرهاب. والآن كلام المالكي أقل ما يمكن أن يقال عليه بأنه تهديد للمجتمع وللأمن الوطني العراقي، فيشمل بقانون الإرهاب أصلا. لكن من سيتمكن من محاسبة المالكي؟ لو كان هنالك من يتمكن من حاسبة المالكي كان حاسب على سقوط الموصل. اللجنة التحقيقية لأسباب سقوط الموصل أكدت مسؤوليته بالدرجة الأساس بموضوع سقوط الموصل واحتلال 3 محافظات بتنظيم داعش وكل ما جرى من تهجيم وتهجير وقتل ومقابر جماعية ومغيبين، كلها إلى جرت بسببه. واللجنة أكدت أنه هو كان المسؤول الأول في ذلك الوقت، لكن لم يحاسب حتى الآن، ولن يحاسب أي مسؤول طالما أن القضاء العراقي مهدد بهذه الميليشيات المسلحة. عبر سكاي من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.